طيب كده حضرتك الحساب هيكون 4250. 4000 ايه؟ ليه كل ده؟ ايوه انا حضرتك ده مجرد سؤال عابر، ولما اجاوبك هتدفعي عادي ولا الموضوع هيطول بقى وهتكتشفي ان هي ده مكاني مش هنا والكلام ده وكده يعني. مكاني مش هنا ازاي يعني؟ لا حضرتك مش قصدي اللي هو هنا في المول يعني، لا اللي اقصده اللي هو حضرتك ما بقاش مكانك هنا اللي هو في الطبقه المتوسطه العليا يعني. مش فاهمه حاجه. انا هفهمك يا استاذه، الحاله دي من الهلع بتصيب زباين كتير لما بيحسوا ان هم بداوا يقلوا عن الطبقه اللي هم متعودين يعيشوا فيها او يشتروا الحاجات اللي هم كانوا متعودين يشتروها. يعني مثلا مجرد ما بيلاقي نفسه مش قادر يشتري الحاجه اللي هو كان متعود يشتريها زمان بنفس الفلوس، او الموضوع هيبوظ منه والحكايه هتخبط اخر الشهر ويبقى من الطبقه الفقيره ينزل للطبقه الفقيره، بيحصل له كده عادي يعني طبيعي. بس مين قالك اني مش قادره ادفع؟ انا بس لو دفعت الميزانيه بتاعت الشهر هتبوظ، ولو ما اشتريتش الحاجه دي هيتقال انك من الطبقه الفقيره بقى والكلام ده. معلش. بس انا مش منها، انا بس خايفه على مظهرك، وده مبرر وهمي لان ده خيط ضعيف ورابط ما بيننا. هتخاف عليها خاف عليها، هتسيبها سيب. ده خيط ضعيف رابط ما بين الطبقه اللي حضرتك عايزه تظهري بيها والطبقه اللي اصلا مستنياكي، والخيط ده كده كده هيتقطع وهتوصلي للطبقه الفقيره. لا طيب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه تشتري كل اللي انت عايزاه وفي نفس الوقت مش عايزه تدمري ميزانيه الشهر علشان ما تبانيش اخر الشهر ان انت من الطبقه الفقيره، صح كده؟ بالظبط. طيب دي بقى ليها حل عندي، احنا ممكن نتبع طريقه العلبه المارلبورو. بس انا ما بدخنش. اللي اقصده يعني ان في ناس كتير قوي بتشتري العلبه المارلبورو دي مره واحده بس في الشهر، بقيه الشهر بقى بيشرب كليوباترا عادي جدا يعني، بس برضه في العلبه المارلبورو علشان يفضل محافظ على الشكل العام وعايز يعمل فيها مش فقير زي حضرتك كده. فهمتي حاجه؟ برضه لا. يعني مثلا مجموعه التوابل دي ب 120 جنيه، عارفه لو اشتريتيها من عند العطار سايبه هتشتريها بكام؟ ب 10 جنيه. ها؟ بس كل الحكايه ان انت هتبقي جايباها في كيس بلاستيك مش في علبه. انزلي انت بقى عند العطار هاتي مجموعه التوابل بال 10 جنيه، روحي اعملي لها شكل، حطيها في علبه شيك، هتلاقيها من 120 جنيه عشان تفضلي محافظه على الليفل ده وما تبانيش فقيره. مظبوط. طيب كده بقى احنا وصلنا الحل. انت هتنزلي تشتري حاجتك كلها سايبه، يعني هنتعامل مع جميع المنتجات بنفس الطريقه. كل الحكايه بس انك هتستخدمي العلب لحد اخر الشهر. وهو ده الشكل اللي انت عايزاه. جميل. اوكي، حلو ده. كده بقى هيبقى حسابنا 2250 بس. برضو؟ ازاي؟ لا انت جاتي تعبينا صح؟ كده السؤال ده خد اكتر من وقته وخد اكتر من حجمه والموضوع كبير منك قوي. طب والعمل؟ يعني العمل مش هقدر اماينس اكتر من كده والله، يعني حاولي بقى تصرحي نفسك بالحقيقه المره. اللي هي ايه؟ الحقيقه المره يا مدام انك فقيره، يعني صرحي نفسك كده وحقيقه انت فقيره ومش لوحدك على فكره، لو ده هيفرق في حاجه يعني. لا ده كده. هو مش كده حضرتك، بس اللي عايشه الوهم. اتفضل. نورتينا. حاجة لله يا هانم. هانم؟ أيوه هانم.